خزينة الدولة تساعدها في الإنفاق على المشروعات الخدمية. وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من 1,000,000 جنيه سنويا، مع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة. وقال هاني قدري وزير المالية إن تطبيق ضريبة 5% على الدخل سوف يعود على خزانة الدولة بمبالغ تتراوح ما بين 2 و3 مليار جنيه تساهم في سد عجز الموازنة. ويتراوح العجز الكلي في الموازنة الجديدة ما بين 340 و 350 مليار جنيه بنسبة 11 أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد مصر من الدول المتأخرة في فرض ذلك النمط من الضرائب، حيث أقرته العديد من الدول الأوروبية خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية لمواجهة زيادة عجز الموازنة أو مواجهة أزمات الديون السيادية أو حتى خطط التحفيز الاقتصادي. ويرى البعض أن فرض ذلك النمط من الضرائب قد يؤثر بالسلب على الاستثمار، قائلين إنها غير عادلة وتوقيتها غير مناسب، وأشاروا إلى أن هناك العديد من المتهربين من دفع الضرائب، كما أن مصر ليست دولة تتمتع بمميزات اقتصادية تستطيع أن تفرض بها ضرائب مثل الدول الاقتصادية المتقدمة. في المقابل قال البعض إن فرض تلك الضريبة يعد حق للمجتمع على رجال الأعمال الذين حققوا ثرواتهم منه، وطلب آخرون بأن تكون هذه الضريبة اختيارية على المستثمرين الأجانب والعرب. وتقول الحكومة إن تلك الضريبة تحقق العدالة، موضحة أنه تم السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية. الحديث اكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور احمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. في البدايه يعني كيف تقرا استاذ مثل هذه الضريبه ويعني تحت مسمى ضريبه الاغنياء في هذا التوقيت؟ بس انا عايز اتكلم، بس هو يعني قبل ما اتكلم عن موضوع الضريبه نتكلم نقول ليه الحكومه فكرت في هذه الضريبه، عشان بس يبقى الناس عارفه ان هذه الضريبه مبدئيا هي طبعا مش ضريبه جديده، كل العالم بيفرضها اذا كان هناك في ظروف استثنائيه. انما عايزين بس نبص الاول نشوف الضريبه دي الحكومه ليه فكرت فيها. الحكومه فكرت في الضريبه لان هناك عجز في الموازنه العامه بيتفاقم كل سنه. لما نيجي نبص كده على عجز الموازنه قبل ثوره يناير كنا حوالي 115 مليار، وبعدين العجز زاد ل 168 مليار، وبعدين في السنه اللي فاتت وصل الى 240 مليار. يبقى العجز بيزيد وبيزيد بزياده كبيره جدا. طيب الموازنه دي عباره عن ايه؟ عباره عن جنبين، جنب اسمه النفقات وجنبه اسمه الايرادات. معنى ان العجز بيزيد ان الفرق ما بين الاثنين بيزيد. يبقى انا عشان اعالج لازم اعمل حاجه، اعمل ايه؟ اما اتعامل مع الانفاق اقلله، اما اتعامل مع الايرادات ازودها، اما اتعامل مع الاثنين، ان انا اقلل الانفاق او النفقات العامه، او ان انا في نفس اللحظه ان انا ابدا ازود الايرادات العامه. لما اجي ابص على جنب الانفاق او النفقات العامه الاقي عباره عن اربع حاجات. اول حاجه الدعم، ثاني حاجه الاجور والمرتبات، ثالث حاجه خدمه الدين، رابع حاجه الانفاق الاستثماري بتاع الحكومه. وده للاسف بيبقى نسبه قليله جدا جدا جدا. ليه؟ لان العجز بيزيد. كويس قوي. طيب النسبه دي لما بتقل بيؤدي ذلك الى خلل في دور الدوله في الصحه، في التعليم، في الاسكان، في عشان كده معدلات الفقر بتزيد. ليه؟ لان عجز الموازنه بيزيد. طب احنا عايزين نعالج هذا العجز. عشان اعالج هذا العجز لازم ابص على البنود الاربعه دول واشوف انا اقدر ازاي اتعامل مع كل واحد. نمسك البند بتاع الاجور والمرتبات، ما اقدرش اجنحيته. ليه؟ لان دي اولا اجور ناس بتشتغل، فما ينفعش ان انا اقول للناس مثلا امشوا في توقيت زي دوت. دي نقطه ما فيش منها نقاش، مع العلم كمان الناس تعبانه في اجورها ومرتباتها بالظبط اخر يعني. مع العلم برضو ان الاجور والمرتبات اللي موجوده في الموازنه قبل الثوره كانت في حدود 85 مليار جنيه. في الموازنه الجديده الاجور كام؟ وصلت ل 207 مليار. بص الرقم ده بند واحد. تمام. طيب
نبص على البند الثاني اللي هو بند خدمة الدين. بند خدمة الدين برضو وصل إلى أرقام كبيرة جدا، لأن أنا كل ما العجز بيزيد بيضطر الدولة إن هي تبدأ إما تقترب من الخارج أو تقترب من الداخل أو تدفع فلوسه. طب لو اقتربنا من الخارج يبقى أنا محتاج برضو أدفع فوائد. لو اقتربنا من الداخل، والداخل الفترة الأخيرة كان هو يعني القطاع المصرفي هو اللي كان بيغطي العجز بشكل كبير جدا، ادى ذلك الى ان هو رفع سعر الفايده بشكل كبير. ما هو الحكومه لما او الدوله لما تخش تاخد فلوس من البنوك بترفع الطلب على الاموال في البنوك، فادى ذلك الى رفع سعر الفايده. يجي القطاع الخاص يخش ياخد فلوس عشان يستثمر، لا سعر الفايده عالي قوي فما يستثمرش، سعر الفايده عالي فيضطر ان هو ايه يحجم يعني يبعد، لان سعر الفايده عالي لسه قدامه، لسه في كهرباء وقدامه، لسه في طاقه وقدامه، لسه في امور، فهيلاقي الوضع بالنسبه له كبير جدا. اذا الدوله بتحاول ان هي تقلل الانفاق على قدر المستطاع وتزود الايرادات. نروح بقى ناحيه الايرادات. لما اجي ابص على ناحيه الايرادات انا عندي ضرائب كتيره جدا الحقيقه كان المفروض من قبل الثوره يتم تطبيقها، لحد النهارده لسه ما اتطبقتش. زي ضريبه الضريبه العقاريه، هو حضرتك لسه ليه سايب الضريبه العقاريه لحد النهارده؟ الضريبه العقاريه بتاعت الاغنياء. ليه النهارده مين اللي عنده قرى، مين اللي عنده فلل، مين اللي عنده قصور، مين اللي عنده الشاليهات اللي في الساحل، مين اللي عنده كام دول اغنياء؟ انت سايب الكلام ده ليه؟ طب قبل الثوره كان هناك فساد، وكان هناك قانون المفروض ان هو كان مجلس الشعب يخرج هذا القانون مع مجموعه من الناس، مجموعه من المستفيدين كانوا يمنعوا هذا القانون. ليه؟ لانه هيأثر عليهم اول الناس. طيب دكتور احمد، يعني فيما يخص هذه الضريبه او ضريبه ال 5% على الاغنياء، شايف ان دي يعني الاداه السحريه لحل مشاكلنا وقضايانا او لتحقيق العداله الاجتماعيه، ولا زي ما البعض شايف ان هي تحصيل حاصل ومش هتقدم جديد؟ لان في كتير حقيقه من المتابعين والمراقبين الاقتصاديين شايفين ان في امور ربما تكون اكثر اهميه او اكثر فعاليه من فكره فرض ضريبه ال 5% على الاغنياء، منها اعاده تقييم اراضي الدوله اللي تم الاستحواذ عليها باسعار رخيصه جدا واقل من ثمنها الحقيقه اللي بتقدر طبعا بمليارات الجنيهات، منها ملاحقه المستثمرين من التهرب الضريبي وغيرها حقيقه من الامور والملفات اللي من باب اولى ان هي تكون على راس اولوياتنا وفي اجندتنا الحاليه اكثر من فكره فرض ضريبه ال 5% على الاغنياء، ولا علينا ان احنا نسير في اكثر من اتجاه؟ لا هو طبعا الحكومه في مشكله، عندها مشكله توقيت. انا النهارده عندي مشكله التوقيت والعجز بيتفاقم، وبالتالي انا النهارده الحكومه ليه بدات تفكر في هذه الضريبه؟ اولا لان في ناس كبيره جدا في مصر الحقيقه دخولها كبيره، وده عامل فجوه كبيره جدا في الدخول ما بين الشعب، وهذه الفجوه بتعمل حاجه اسمها فروق طبقيه غير عاديه، وبالتالي العداله الاجتماعيه غير موجوده. يعني النهارده في ناس بتاخد فوق المليون جنيه شهريا، وبالتالي طبعا ده لا يتناسب مع وضع الاقتصاد للبلد. الضريبه دي الحقيقه بتطبق في كل دول العالم، وطبقت في اوروبا بعد الازمه الماليه العالميه اللي كانت في 2008، وطبقت في امريكا. يعني اوباما نفسه فرض ضريبه على الاغنياء اللي دخلوا في السنه فوق المليون دولار، برضه فرض عليه ضريبه. وهذه الضريبه برضه كان في ضريبه مشابهه ليها اتفرضت في مصر بعد نكسه 67. فعايز اقول ان الضريبه مش جديده وفكرتها مش جديده، وفي بعض الناس بتقول طب ما هو النهارده ليه بتفرض هذه الضريبه في توقيت زي دوت؟ انا النهارده مجبر، النهارده العادي تقبل فرض الضرائب دي جزئيه اخرى. بص حضرتك النهارده احنا كلنا عايشين في مكان واحد، ولازم الاغنياء والفقراء والحكومه والمستثمرين كلهم يعرفوا ان احنا عندنا مشكله، وهذه المشكله انت النهارده الاغنياء دول هم اغتنوا فين؟ اغتنوا في مصر. يبقى النهارده مصر كانت هي سبب في ان انت تغتني او ان انت تعمل شركه او ان انت تعمل اراضي. طيب النهارده دورك ان انت تيجي تقف جنب هذه البلد في هذا التوقيت. النهارده لما اجي اطلب منك 5% من دخلك السنوي، ما هو ده شيء، يعني انا شايف ان ده شيء مش صعب عليك ان انت في توقيت ده انت النهارده بتدور تكسب 300% و200%، ده كلام مش منطقي. النهارده احنا الظروف عندنا بتحتم علينا ان احنا في ظروف استثنائيه، وال 5% اذا كنت انت معتبر دي ان ده هتعمل لك مشكله، فانا شايف ان ده مش هيعمل لك مشكله كبيره، لان لا قدر الله حصل مشكله في اقتصاد البلد انت اول واحد هتبقى متضرر، لان انت مش هتعرف تبيع بعد كده، مش هتلاقي حد يشتري منك، فانت هتبقى متضرر. فانت من مصلحتك ان انت تقف جنب الدوله وجنب الحكومه في هذه الضريبه. وبعدين دي ضريبه 5%، انا ما طلبتش منك 10% ولا 20%، ده في بعض الدول في اوروبا، بس طبعا في فرق كبير بيننا وبينهم. يعني
بيفرض ارقام كبيره، يعني بيفرض ضرائب تصل الى 40 و50 و60%، يعني السويد بتفرض ضرائب قد تصل الى 80%، طبعا مع الاختلاف ولا ان دي دوله مستقره اقتصاديا وسياسيا، فما اقدرش افرض. انما عايز اقول انه في بعض الاوقات اللي فيها مشاكل في البلد بنسميها ظروف استثنائيه، لازم يكون هناك قرارات استثنائيه، ولازم كل المستثمرين والدوله كلها تقف جنب الحكومه، الحكومه مش هتشتغل لوحدها، انا مش بدافع عن الحكومه، بس انا بقول ان احنا في مشكله، وهذه المشكله بتضر بالناس كلها، تضر على فكره بالغني قبل الفقير. طيب يعني كتير يعني متفقين مع القرار، شايفين ان هو هيحل مشاكل كتيره في دعم الاقتصاد، لكن على جانب اخر البعض بيعارض زي اتحاد الصناعات المصريه اللي شايف ان ده هيبعد المستثمرين بشكل كبير عن السوق ولن يصب في مصلحه الاقتصاد. يعني هل انت مع وجهه نظر اتحاد الصناعات المصريه بالفعل ده ممكن يقلل من دخول المستثمرين الى السوق؟ لا، انا شايف ان 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 مع بدايه النشاط ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبدا يبقى في نشاط اكبر، هيبدا المستثمر، يمكن هو كان متخوف الفتره اللي فاتت، يمكن هو بيقيم هذه الضريبه على الفتره اللي فاتت، فيقول ان الفتره اللي فاتت انا ما كنتش بشتغل كويس، فيبقى انا لو اتفرج عليا الضريبه ديت 5% في ظل الظروف السابقه يبقى هيبقى انا بالنسبه لي انا المشكله. لا، احنا بنقول ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى فيها نشاط استثماري كويس، هيبقى في شغل افضل من الفتره اللي فاتت، فحضرتك ان شاء الله هتعوض اكتر من كده بكتير. وبعدين هذه الضريبه هتلم يعني تقريبا من 2 ل 3 مليار، وحسب تحصيل الجهاز الضريبي اللي ودي بتبقى فتره مؤقته، يعني هذه الضريبه ليست دائمه، هي فتره مؤقته، اعتقد الحكومه ان شاء الله هتبقى في حدود 3 سنين. طب ليه ما تبقاش دائمه يا دكتور؟ يعني ايه الفكره انها تكون الفتره مؤقته فقط، رغم انها لو بقت دائمه ممكن تمثل استقرار على مدى بعيد، لو فكرنا ان يعني كل واحد لازم يكون ليه دور ومشاركه في الوطن بشكل او باخر. هو راس يمكن ان هو في بعض الفترات الاستثنائيه بيبقى يتخذ قرارات استثنائيه، ممكن لو المجتمع تقبلها والمستثمرين تقبلوها بعد كده بعد يتم تطبيقها، ولقوا ان هذا الوضع بالنسبه لهم يتناسب، او الوضع بالنسبه لهم لم يؤثر كثيرا على اعتبار ان هو هيعوض بشغل باستثمارات اكتر، وبالتالي هذه الضريبه لم تؤثر عليه. القصه مش قصه ان انا افرض عليه 5% بس، لا، انا عايزك برضه تكسب، وانت لما تكسب يبقى انت بتبيع. في هذه الحاله لو انا النهارده ما قدرتش ان انا افرض هذه الضريبه، يعني مثلا النهارده لو ما فرضتش هذه الضريبه، وبعدين الضريبه مش لازم انها تدفع نقدا، طب ما هو القانون بيقول لك ان انت ممكن تشترك في مشروع خدمي، ممكن تعمل حاجه تعليميه، حاجه الاسكان، حاجه، فبرضه يعني ده خيارات ان انت تقدر من خلالها، يعني اذا كنت انت مثلا بتشترك مثلا، او انت مجال نشاطك مثلا الاسكان، انت ممكن تعمل حاجه برضه في هذا المجال بس للمجتمع، يعني خدمه عامه، يعني بيطلب منك ان انت تشارك مجتمعك اللي عنده مشكله النهارده، ان انت تقف جنبه، وده مش شايف ان هو مفيش مشكله في المساندة. انا النهارده محتاج الناس كلها تقف مع بعض. يعني انا مش عايز كل واحد يفكر في نفسه، يعني النهارده لو كل بني ادم فكر في نفسه في هذا التوقيت مش هينفع، احنا كلنا في مركب واحده، فلازم يبقى في فكر مشترك لمصلحه هذا المكان. صحيح. احنا في النهايه بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ الدكتور احمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي، نورتنا وشرفتنا يا فندم، اهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. كده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من هذا الصباح، غدا بتلتقون مع فريق عمل جديد، الى اللقاء. We'll be right back.